مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتضلوا بخير يا رب. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. بدنا نفرز البطاطا، بدنا نفرز البطاطا المقليه. طريقه سهله وبسيطه وما بيلزمني ابدا مكونات غير مكون واحد. بس قبل ما نبلش بالفيديو ونحكي على الطريقه وعلى المكونات، بليز المو مشترك بقناتي يشترك بقناتي ويفعل الجرس منشان يوصلوا كل جديد. هلا انا قشرت البطاطا هيك بهالطريقه اصابع، بس ما رفعتها كتير، خليتها شوي سميكه احسن. الرفيعه بتصير هيك بتقسى، اما خليتها هيك شوي سميكه، شايفين هالمنظر؟ وغسلتها مزبوط مزبوط. شوفوا المي كيف نظيفة نظيفة المي، يعني مو على بياض، لأنه خليت النشا تطلع كلها من البطاطا. هلأ أنا وإيدي نضاف، على فكرة مد إيدي على البطاطا، إيدي نضاف، لأنه هلأ كنت عم بغسل البطاطا. هلأ أول شغلة أنا حطيت البطاطا بمي نظيفة، وهلأ أنا بدي أحط لها فنجان واحد خل، فنجان واحد خل. هلا انا كبيت المي البارده ولحط مي سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولحطهم على الغاز. بدي احط لهم فنجان خل واحد، بس فنجان خل، بسم الله. وبدي احط لهم معلقه ملح كبيره، معلقه ملح هيك، معلقة ملح كبيرة. وبدي احطهم، انا ما بدي اياهم يغلوا كتير، انا عشان ما اطول عليكم الفيديو حطيت مي سخنة عشان ما اطول عليكم الفيديو وتقعدوا تستنوني وتزهقوا مني. حطيت مي سخنة، انا ما بدي اياهم يغلوا ابدا ويستووا، لا، انا بس بدي هيك غلوة صغيرة، يعني خمس دقايق بس، تقريبا خمس دقائق. هلا لاني حطيت مي سخنه دغري بيغلوا ما بيطولوا، خمس دقائق بس بدي اياهم. هلا هيك تركتهم خمس دقائق، هلا بدي صفي المي منهم. هلا انا من بعد ما كبيت المي السخنه وغسلتهم، ما غسلتهم عفوا، كبيت المي السخنه وحطيتهم بمي تلج، يعني عندي اربع خمس مكعبات تلج، حطيتهم بالمكعبات التلج مع مي بارده. الخل بس انشان ما يسودوا، والملح بس هن باذن الله ما عاد يسودوا ابدا، بس نحط خل ببطلوا يسودوا. مثل ما حكيت لكم حطيتهم بمي بارده تلج من بعد ما كبيت المي السخنه. وهلا انا عندي هي الشقفه او البشكير هذا نظيف طاهر، انا هلا بدي افردهم هيك على البشكير لينشفوا تماما، يعني انا ما بدي يضل فيهم ابدا مي، هيك بدي انشرهم لحتى ينشفوا، وبس ينشفوا بنشوف المرحله تانية. وهلا من بعد ما تركت البطاطا شي ساعتين لحتى راحت المي كلها منها نشفت، لحطها بالطنجرة او بزبدية صحن كبير، ولحط لها شوية زيت، لحط لها شوية زيت نباتي مو كتير، يعني قدر نص فنجان، ولح خلطهم ما بيتكسروا ابدا، لا تخافوا، شايفين كيف؟ ولح افردهم هلا بالصينيه، ارجع بعد ما حطيت لهم الزيت افردهم بالصينيه، وبدي احطهم بالفريزر هيك بدون كيس. هلا هيك ما بيلزقوا مع بعض ابدا، يعني لا تخافوا تقولوا بكره بيلزقوا مع بعض او شيء،
لا ما عاد يلزقوا مع بعض. هلا بدي احطهم بالفريزر ليتلجوا، بس يتلجوا بدي اعبيهم بالاكياس. وهلا حبيباتي انا تركت البطاطا شي 3 ساعات لحتى بردت تماما، او بالاحرى لحتى تلجت هيك مثل ما شايفين هالمنظر، تلجت مزبوط يعني شايفين، وما بيلزقوا مع بعض ابدا. طلعوا هالمنظر، شايفين هالمنظر ما شاء الله، وشايفينها كيف بيضه بيضه ابدا ما عاد تسود. هلا انا بدي احطهم بالاكياس، طريقه سهله على فكره، وبيضلوا سنه كامله سنه كامله ما بيصبلون شيء. امتى ما حبيتوا تقلوا بطاطا فيكم تطولون، شوفوا حتى اذا لقيتوا ملزقين مع بعض فيكم تفكون، طلعوا وما بيتكسروا ابدا، بينفكوا بكل سهوله وما ما بيتكسروا. وهلا بضلوا السنه كامله يعني مسؤوله، او ما عندك وقت زياده وحابه تساوي غدا، او حابه تساوي صحن بطاطا مقلي، طريقه كثير سهله وما عاد يتكسروا ابدا. هدول شوفوا ملزقين مع بعض بس هيك بالايد، طلعوا كيف بينفتحوا بينفكوا عن بعض يعني وما بيلزقوا. وهلا بنحطهم بالاكياس. انا ما ساويت هلا كميه كبيره لانه انا عندي بالفريزر، يعني فيكم انتم اذا عندكم بطاطا صار لها زمان وخايفين تخرب، فيكم دغري عفوا تقشروها وتساووا نفس الطريقه وتحطوها بالفريزر. شايفين هالمنظر ما شاء الله، على فكره لونها بياخذ عقل، ولو لقيناهم ملزقين مع بعض على السريع بينفكوا. طريقه كثير حلوه يعني، بدل ما نشتري البطاطا المقشره جاهزه فينا نعملها نحن بالبيت بكل سهوله، وبس مكون واحد بنحط لها زيت، والمكون الثاني بنحط لها فنجان خل. كثير سهله وبسيطه وما بتاكل وقت. انا رح اربطهم هيك هلا، مو محرزين شعل شمعة كانون من كيسين، بس انا دائما هي الطريقه بعملها هيك. امتى ما بدي اقلي بطاطا بطول الكيس من الفريزر، شايفين هالمنظر ما شاء الله، بطوله من الفريزر هيك جاهز للقلي. سخن الزيت وبقليهم. هيك بكون خلص الفيديو لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا طريقتي لتفريز البطاطا. اذا عجبكم الفيديو بليز شاركوه للاصدقاء وحطوا لي لايك، وبتمنى تحطوا لي تعليق حلو مثلكم. انا بحبكم كثير، باي باي.